السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جبت البضاعة معاكي؟ أيوة جبتها. حد عطرك وانت جاية؟ لا خالص. طب يلا طلعيها. ماشي. طب عندكوش دورة مية؟ دورة مية ليه؟ عشان أديك البضاعة. لا التسليم هنا. التسليم هنا إزاي؟ أنت عارفة إزاي؟ لا أنا نقول لك إزاي. لا عايز منها ايه؟ وانت مالك؟ انا مالي. اتابيها البنت كل ما اسالها كنت فين تقولي عند حسام بيه. انا مش فاهمه هي بتشتغل عندي ولا عند حسام بيه. والله طب اسمعي بقى سرور، من النهارده توحى دي تخصني انا، وانا سايبها عندك امانه، وقت ما احتاجها تجيبها لي على طول. بس ده واقف حالي يا حسام بيه، الزباين لما بيجوا ويسألوا عليها ما يلاقوهاش بيمشوا. وافتكر بقى ان ده قطع ارزاق. ارزاق يا بنت انت فاتحه جزخانه؟ ده انت شويه نسوان شمال، لولايا انا كان زمانكم مرمين في السجون. لو احنا شمال يا حسام بيه، امال تقول ايه بقى على اللي بيسترزق من شقه النسوان الشمال؟ يا بنت نسيت ان انا جبتك من الاداب وخفيت ملفك اللي هناك، نسيت ان انا جبتك ونظفتك وعملتك ست وانت ما تسويش. بس وماله، لو عايزه ترجعي تاني تترمي على البرش من النهارده هلايمك عليه. انا طول عمري ست يا حسام بيه، وانا لو اترميت على البرش مش هترمي عليه لوحدي، لو اتقبض عليا هقول على كل حاجه. ضحكتي. ومين بقى يصدقك؟ ها؟ ده انت في النهايه حته ست قذره بتدير شقه دعاره وبتفتري على ضابط شريف مشهود له بالكفاءه. تفتكري هيصدقوك انت ويكذبوا حسام بيه؟ أعلى مفخرك ركابه يا حسام بيه. ماشي يا سرور، ماشي، وغلاوتك هدفعك التمن غالي. كده؟ كده يا خالتي؟ كده تعملي فيا كده؟ وأنا اللي فاكراكي زي أمي؟ قال يعني أمي اللي بتخاف علي؟ وانا مالي يا بنت ومال امك؟ انا ده انا بخاف عليكي زي عينيا. ده انت الحته الجوانيه يا خوخه، وبعدين يا بنت ما حصلش حاجه. اصل انت ما حسيتيش باللي انا حسيته ولا كشفتي على حد. انت ما شفتيش كانوا بيبصوا لي ازاي، بالذات الراجل الكبير ده. ما خلاص يا بنت، ما خلصنا. وبعدين يا حبيبتي ما فيش حاجه ببلاش، عشان كده اهو متاع عينك نصيبك اهو، خدي واشفقي نفسك. ايه ده؟ ده كتير قوي. لا مش كتير ولا حاجه، وعشان تعرفي اللي يشتغل مع الحاجه تقى يتبشبش ويتقشقش وتبقى قشيته معدن. وتتعبيه؟ انا لسه موجوعه قوي. ما خلاص يا بنت بطلي كهن بقى. بقول لك ايه، اطلعي فوق خدي لك دش كده وتبتدي تتعسل. والله الوجع فظيع. وبعدين بقى اعتبري نفسك كوتشي متجوزه. ايه يا خالتي، وانا اللي هرسيكي؟ ده حاجه وده حاجه تانيه خالص. يا سوسه، يا سوسه، ما انت عارفه كل حاجه وراسي على كل حاجه. على طريق جواز جايبه لك يا بنت عريس يجنن. هتقولي لي تسلم ايدك يا خالتي. تصدقي يا خالتي ما بفكرش في الموضوع ده غير لما كده بيهف عليا ان انا لازم اجيب عيل. عايزه عيل كده هشتكي وبشتكي ويملى عليا حياتي. عيل؟ جرايه يا بنت يا خوخه، ده انا بقول عليكي عاقله وعارفه الدور وراسي عليه. عيال ايه؟ بذمتك انتي لو انا عندي عيل ولا تيل ولا جره ولا لفعه كنت هعيش في العز ده كله؟ جاتك خيبه. العيال دول مسؤوليه يا حبيبتي، وما راهمش الا الهم وهيوقفوا حالي. لا، ما انا مش هجيب عيال غير لما ترستق والاشياء تبقى معاك. ايوه كده.
بص يا خوخ، عايزه اقولك يا اختي كلمتين من خالتك تقى، اصل انا الدنيا فرمتني وليا خبره فيها اكتر منك بكتير. الدنيا ما بتديش كل حاجه يا اختي، ما بتديش كل حاجه، يا تديكي راجل وبيت وعيال واستقرار، يا تديكي فلوس وعز وفسح وعيشه مرتاحه، وانتي اللي عليكي تختاري. انا مخليه امري على الله، هو بقى عارف انا عايزه ايه، يا يديهوني يا ما يديهونيش. اسم الله عليكي يا اختي. ايوه كده، ربنا يقوي ايمانك، استجيب منها يا رب. وقف، ممكن الرخص؟ اتفضل. وقف، ممكن الرخص؟ ممكن تنزلوا من العربية؟ الرخص فيها حاجة؟ شوية إجراءات بسيطة بس، هنفتش العربية. يلا يا بنتي تعالي. فتشوا العربية. تربتين حشيش مره واحده؟ ده كده اتعشت يا رجاله. حشيش ايه؟ انا ما اعرفش حاجه عن الحشيش ده. انا عارف، احنا اللي حاطينهم في العربيه، قبضوا عليهم وخدوهم على البوكس. يعني ايه قبضوا علينا يا بزمتي الحقيقه؟ ايه حضره الضابط؟ في ايه؟ انا مش فاهمه في ايه. اسمك وسنك وعنوانك. سرور عبد الحميد الصفتي، 50 سنه، ساكنه في 20 جامعه الدول، المهندسين. ما هو ردك في التهمة المنصوبة إليك بأنك بتتاجري في المخدرات؟ ما حصلش يا باشا، ما عرفش حاجة عنها. اكتب: وقد أنكرت المتهمة صلتها بالمخدرات. أمال يا سرور، المخدرات اللي لقوها في شنطة عربيتك دي بتاعت مين؟ والله يا باشا ما أعرف، يعني دي حتى لو بتاعتي يعني حاجة بالعقل كده هخبيها في شنطة عربيتي؟ أكيد هخبيها في أي حتة تانية، إن شاء الله في ملابسي الداخلية. عايزة تقول إيه؟ عايزة أقول إن الموضوع ده مزقوق لي يا باشا. ومين ده اللي عاوز يأذيكي أوي كده؟ واحد أنا شاكة فيه مفيش غيره. اللي هو مين بقى؟ ظابط. ظابط اسمه حسام نبراوي، في دايرة المهندسين يا فندم. وهو عاوز يعمل معاكي كده ليه؟ أصله كان عايزني يعني لمؤاخذة في الحرام وأنا رفضت. بعد كده حاول يتحرش بيا كذا مرة، ولما قلت له أنا هشتكي في تفتيش الداخلية قال لي يبقى مش هيطلع عليكي شمس تاني ابدا. انت عارفه معنى كلامك ده ايه؟ ايوه يا فندم. عندك دليل او شهود حد شافه يعني وهو بيتحرش بيكي؟ ايوه، في حد شافه. اللي هو مين بقى؟ ايوه يا باشا ساعدتك، حصل قدامي. حاول يتعرض لها كده يا باشا فشتمته فكان هيضربها، فقامت قايله له والله لبلغ تفتيش الداخليه. وبعدين؟ مفيش يا باشا، اما هو قال لها لو عملتي كده انا مش خليكي تشوفي الشمس تاني. حصل امتى ده؟ اول امبارح ساعدتك. عايزه تقولي حاجه تانية؟ لا يا باشا، لو عندي حاجه هقولها. اكتب: وقد امرنا نحن حسن فكري رئيس نيابه الجيزه باستدعاء الضابط حسام النبراوي لسماع اقواله فيما هو منسوب اليه. اقفل المحضر في ساعته.